صراحة وليت هاد الأيام ما عجبنيش راسي، كنحس بالإرهاق والتعب الشديد والأكسجين ما بقاش كيطلع لي للدماغ. ما عرفتش مالي هاد الأيام، والصحة ديالي غدا وكتدهور، خاصني نشوف شي طبيب. مالك بنتي شيماء؟ ما بقيتيش عجباني هاد الأيام، وليتي غير سادة عليك في البيت ديالك ومنطوية على نفسك. شنو عندك؟ وشوفي توجهك وحالتك، ولا غادي وكيصفار؟ ياك شحال هادي قلت لك ديري التحاليل ديال الدم ولكن انتي ما كتسمعيش. صراحة الوالدة هاد الايام وليت كنحس بالتعب والارهاق، وحتى كثرة الكلام ولا كيرهقني، وكنوجد واحد الصعوبة في التركيز، وكنحس بواحد الاختناق، وإلا ما جلست حدا النافذة ما كيطلعش ليا الاكسجين. كنحس براسي فشكل. لازم ومؤكد كما قلتي ليا نمشي ندير التحاليل ديال الدم، لعل وعسى نعرف شنو عندي. اجي علاش ما نبحثش راسي في جوجل؟ لعل وعسى نلقى شي حاجه اللي تفيدني ونكون انا هي الطبيبه ديال نفسي. انا شكيت في شي حاجه سميتها الحساسيه، حيت بدا كيولي عندي واحد الاحمرار في الجلد، دونك تقدر تكون شي حساسيه اللي كيسببها شي طعام كنتناوله. غادي ندير البحوث ديالي، وعلى الله على الله نلقى شي حاجه اللي تفسر هادشي اللي عندي. كاين بزاف الانواع ديال الحساسيات ديال الاطعمه، كاين حساسيه اللاكتوز وحساسيه القمح. يمكن تقدر تكون عندي شي وحده من هاد الحساسيات، لان جميع الاعراض اللي قريت عندي البعض منها، ولكن انا ما متاكداش. الطبيبه هي اللي غادي تفسر ليا كل شيء، ضروري ما نمشي عند الطبيبه وبلا ما نعمر راسي بهاد الافكار هادو. مالك بنتي؟ ياك لاباس؟ فين غادا في هاد الوقت هذا؟ ما قلتيش لي راكي خارجه. صراحه الوالده البارح فاش كنت ناعسين في الليل كنت كندير واحد الابحاث في الكمبيوتر، ولقيت بانه كاينين مجموعه من حساسيات الاطعمه، وخفت الوالده لا تكون عندي شي حساسيه، وبغيت نمشي نتاكد ونمشي عند الطبيبه ونحكي لها جميع الاعراض اللي كتجيني. الله يرضي عليك يا بنتي، الله يسمعك خبر الخير، قلبي معاك يا بنتي، ويا ربي ما يكون عندك والو، وداكشي اللي قريتي كامل راه غير كتعمري به راسك. سلام دكتور، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير. انا بغيتك دكتور في واحد الموضوع خاص اللي مشوشني بزاف، وما كرهتش تعطيني وقتك باش نعاود ليك. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته شيماء، وشحال هذه ما جيتي عندي للعياده؟ هذا غيكون شي موضوع اللي مبرصتك. ياك ما عاودتني المشكل ديال فقر الدم. عمدرا، كيفاش ولا عندك الخزان؟ واش درتي التحاليل ديال لافيغيتي؟ الصراحه دكتور شحال هادي ما درت تحليله ديال الخزان ديال فقر الدم، كنت عطيتيها ليا هادي واحد المده ديال 6 شهور. انا كنت كنتناول هذاك الدواء اللي عطيتيني ديال فيربليكس، ولكن اللي لاحظت هو بان الخزان كان عندي 4، ومورا مده ديال 6 شهور الخزان ولا عندي 4.20. يعني كنبقى نفسر مع راسي ما كنلقاش الجواب. تخيلي معايا دكتور 0.20 اللي تزاد ليا في مدة ديال 6 اشهر، ومعرفش شنو هو السبب. كاين عندي شي مشكل ديال شي حاجه كتاكل ليا الحديد وما كتخليش يطلع ليا في الجسم ديالي، وهذا الشيء علاش انا جيت عندك اليوم. ما تخافيش بنتي، غادي يكون خير. واش عندك كل شيء منتظم؟ الاكل ديالك مثلا؟ واش كتاكلي اي حاجه كتحتوي على الحديد؟ عاودي ليا شويه على النظام ديالك الغذائي والعادات ديالك في الاكل. صراحه انا دكتور كناكل كل شيء اللي كيحتوي على الحديد، من البقوليات لزيبينا الكبد طيحال اي حاجه، السلطه ديال الفواكه الباربا كل شيء كنتناوله، والحمد لله يعني ما عنديش مشكل ولا ما كنتناولش مجموعه من الاطعمه اللي كتحتوي على الحديد، ولكن هذا المشكل كيارقني بزاف، وكنبقى ديما نفكر
ما كرهش دكتور تعطيني واحد المجموعة من التحاليل اللي من خلالها نعرفوا المشكل والتاريخ المرضي اللي عندي. ولكن بنتي شيماء، قبل ما نعطيك التحاليل خصني نعرف مجموعة من الأشياء، وأنا غادي نطرح عليك مجموعة من الأسئلة وانت خاصك تجاوبيني. واخا دكتور، مرحبا، أي سؤال تسأليني نجاوبك. شنو هما الأعراض اللي عندك من غير فقر الدم؟ أي حاجة تفكرتيها قوليها ليا باش ندير لك واحد البيلون جينيرال وتمشي ديري هادوك التحاليل، وإن شاء الله ترجعي عندي باش نعرفوا المشكل. كما قلت لك دكتور، أنا هاد الأيامات كنحس براسي فشكل، يعني كنحس بواحد الاختناق وضيق في التنفس، ومؤخرا ولا عندي واحد الانتفاخ في البطن وأيضا في المعدة غير مفسر، وعندي كثرة الغازات، وأيضا بالنسبة للشعر ديالي ولا جاف بعد ما كان يعني أملس وكان كالحرير، ولكن دابا ولا جاف. وأيضا كنعاني من المشكل ديال الإرهاق الشديد، فقط مجهود بسيط جدا كنقوم به. وتفكرت واحد الحاجة أيضا، ولا عندي البشرة ديالي كيكونوا فيها دي غوجوغ اللي صغار أو إحمرار ديال الجلد، وما عرفش مناش، مجرد ما كنتناول الأطعمة ديالي كيوليو عندي هاد الأعراض هادو، وهاد شي الله لاحظته مؤخرا. مزيانة بنتي اللي قلتي لي هاد شي كامل، حيت هاد شي هو اللي غادي يساعدني باش نعطيك التحليلات اللازمة. دونك التحليلات اللي غادي نعطيك ان شاء الله، غادي نعطيك ديال فقر الدم ضرورية ديال لافيريتين، ايضا غادي نعطيك ديال فيتامين دي، حيت النقص ديالو ايضا كيأثر على مجموعة من الاشياء، وكيدير حتى هو الحبوب في الوجه وفي البشرة وفي الظهر، وكيدير هذيك الطرطقة اللي كتكون في العضلات. وايضا غادي نعطيك التحليلة ديال حساسية القمح. حساسية القمح، انا البارح كنت كندير بزاف لي ريشيرش في الليل في البيسي ديالي، وقريت مجموعة من الأشياء على حساسية القمح وأيضا ما يسمى بالسيلياك، ولقيت أن مجموعة من الأعراض كتوافق مع داكشي اللي عندي، وشكيت فيها، وسبحان الله دابا بنتي عطيتيها لي أيضا مع التحاليل. نعم بنتي، حيت مجرد ما حكيتي لي شكيت بأن يقدر يكون عندك السيلياك أو حساسية القمح، لأن هي كتسبب انتفاخ وكتدير فقر الدم حاد وغازات، وكتدير أيضا جرثومات المعدة. فكرتيني، غادي نعطيك أيضا تحليلة ديال جرثومات المعدة والمضادات ديال الأجسام، ضروري ما ديري ليا هاد التحليلات هادو، ومن بعد غادي نشوفو اللازم. فإلا كانت عندك هاد الحساسية هادي، ضروري ما تأكديها ليا أيضا بلا فيبروسكوبي، وديريه في أقرب مكان ليك نتيا. ميرسي دكتور، انا غادي نمشي دابا ندير هاد التحليلات هادو، وان شاء الله فاش يخرجوا ليا غادي نرجع عندك، وكنتمنى بخير. ان شاء الله بنتي، مرحبا بك في اي وقت، والله يسمعك اخبار الخير. يلا بسلام عليك. سلام الوالدة، هاني رجعت، دست المختبر التحليلات من بعد ما خرجت من عند الطبيبة الباطنية، راه عطاتني مجموعة من التحليلات، من بينهم تحليلة ديال جرثومات المعدة، وتحليلة ديال الغدة الدرقية، وتحليلة الفيريتين ديال فقر الدم، وتحليلة ديال الفيتامينات كاملين اللي كيكونوا في الجسم، من بينهم المغنيسيوم وفيتامين دي وبي 12، وعطاتني ايضا الحساسية ديال الجلوتين اللي كنت خبرتك عليها وكنت شاكة فيها، الله ان شاء الله ما تكونش عندي. المهم باش نحيد الشك، انا راه درت جميع التحليلات، ومن بعد 10 أيام غادي تخرج لينا النتيجة. دعي معايا الوالدة. الله يرضي عليك بنتي، إن شاء الله ما يكون غير الخير. حنا يا غادي نتسناو هاد المدة ديال 10 أيام على أحر من الجمر، ويا ربي يخرجوا لك جميع النتائج ديال التحليلات على أحسن ما يرى. سلام حبابي، نتمنى الجزء الاول ديال القصه ديالي مع السيلياك، اللي هي قصه واقعيه ماخوذه مني انا شخصيا، حكيت لكم اليوم الجزء الاول. الى لقيت تفاعل في الفيديو غادي ننزل لكم الجزء الثاني والاجزاء الاخرى من قصص واقعيه لمجموعه من الناس السيلياكيين، فخليوا لي التفاعلات ديالكم والتعليقات ديالكم اسفل الفيديو
ولا تنسوا دائما أن صحتنا في حميتنا. أترككم في أمان الله، إلى اللقاء.